ما زالت الأخطاء الطبية في تونس وحتى في العالم تخلف وراها عديد الكوارث والمشاكل الصحية والنفسية وحتى الاجتماعية. خطأ طبي ممكن يدمر حياة إنسان ويدخله في دوامة صعيب يخرج منها. وفاة مرأة تعيش في مدينة أكودة بسوسة، وضعيتها الاجتماعية صعيبة وتعيش في ظروف قاسية. خطأ طبي حول حياتها الجحيم بعد ما خسرت عينها وعانات من عديد المخلفات. نديك وجينا للطيب فيها. هذين طيب فيها وندوش فيها كل شيء فيها. وندوش فيها. هذه ندوش فيها ونطيب فيها ونفطر فيها كل شيء فيها. هذه في 2017. 2017 وكي تبدا انت تصب الحيوط تبدا خضر وانت تشرب. هذه الخضار هذا الكليكا. هذاك حتى شيء خاطر مازلت كي عمل لنا ولدي شويه جيف. كانت خضرة مصبخة والسقف هذايا مش يصب المطر المطر يد الغاز يعوم والثلاجة تعوم بالماء كل شيء هابط عليه الماء. وهذايا زيد الدورة هذي دخل هذيك عاملها وقتها باش معناها تخرج شوية الهوايه غاز ولا حاجة وكي تصب تبيع مطر ولا ريح مطر كل ريح كل يدخل إلى هنا المطر تبدا تجبد عليه من فوق الحيوط تبدا تجري ماء مصبخة والباب ما يسكرش الباب ما يسكرش شبك هي الوضعية اللي نعيش فيها ما عنديش حتى حاجة. وفي من مواليد قديش؟ قديش عمرك؟ نعم 79. قش عندك صغار؟ عندي ثلاثة أولاد. ووضعيتك الاجتماعية؟ وضعيتي الاجتماعية امرأة مطلقة. وهذه دارك؟ لا عايشة فيها على فضل الله. على فضل الله معناها عاطينها لك باش تسكن فيها. بمعاناتك الحقيقية متاع الخطأ الطبي وقتش صارت الساعة الحكاية معك؟ صارت لنهار 14 جوان 2014. كيفاش بديت؟ بديت عادي مشيت صباح في الدار نقضي في شوال الكل طلعت لي شوية سخانة تقلقت بالسخانة قوية قلت خليني نمشي للرجون السخانة مقلقتني مشيت لاستعجالي القلعة الكبيرة عدوا علي وعلى ولدي نهارتها طول ما أنا بعد ما عدت علي قاتني سخانتي فوق 40 عمودي زريقه لهنا في العرق هذا هي ملي بدات تدق لي فيها وانا نصيح ونقول لها نحس في حاجه نفست تسكر عليا حاجه تحرق فيا نحسها نار دخلتني قالت لي ليه عادي عادي هذاك من السخانه اللي عندك توطيحك السخانه بديت نفقد في البصر نعملها ما عادش نشوف شبين نفست تسكر علي نهارت معايا اختي وخلط تعليقي ونكركروا فيا مخرجيني الكهربه جابتني كهربه معني هذا كل صار معك في الاستعجال في الاستعجالي هي تركب لك في الزريقه وانا نقولها معشر اي نحس في ضبابه ونقولها راني مش نتخنق من السخانه معناها فما حاجه تحرق فيا الدواء يحرق فيا وشنو قلت لك قالت لي ليه عادي الدواء وبر خاطرك انت عندك سخانه قويه وبر خرجوا اي خرجتني اختي وطليقي نحس نفست نعمل هكا نفست مشي تسكر عليا روحت للدار عطوني ورقه دواء اختمنا فرماسي شريناها وروحت للدار حس في روحي مش قد بعضي قلت لهم غطوني متزلفه من بعد خرقت شويه فقت نسخر روحي في بحر ولا شبيني مبلوله بكل يوم بعد قديش معنى بعد يمكن ساعه ونص من الحكايه نادي على ولدي نعمل له شعالي الضو مندي شبيني مش نموت شبيني ونمس في وجهي نحسه تكبس وتنفخر كي حل ولدي الضو نعمل له حل الضو مانيش قاعده نشوف قل يا ماما الضو محلول نعمل له مانيش نشوف هيك هو ولدي قال يا ماما مش بك وليت بكلك حمرا كاك ومنفوخه حكم ان نعيش وحدي وليت الليل طاح علي كل نطلب في طليقي معناها التليفون مسكر طلبت الصباح قعدت ليله كامله ليله كامله وكان خاطر نسكن بعيده وما نجمش عنديش كوش نطلب جاني جابي لواج وهزني للرجونس نتاع سهلول حسيله ملي بديت نوصل بديت انا نحك في لحمي هكا ولحمي قاعد يتحرق واللي اكحل ويتنفخ نمشي نتنفخ حطوني على الشريول بداو يحللولي من بعد صافين كي قالوا هي الامبولانس جات مش نزول فرحات حشي الباب ويهربوا نعمل حديد يعني هكا نعملها باش يتسكر علي الباب هذه طيب فيها او تحط في السطل كيكا ونغسل ما عندكش ما عندك وين تغسل غادي في السطل والبانو لنا ما عندك سبالة معني السبالة ورا الباب بعيده ما عنديش لفابو في الكوجينه
فيه. روحت للدار هذه في الحاله هذه. الدار هذه في الحاله هذيك تعبه موجوعه عينيا ما نشوفش متقلقه نعيط. قداش رونديفو عطاهولك بعد قداش؟ الرونديفو والله نسيت والله نسيت. تقريب. نسيت وقتها بيه. انا عاد مشيعتي ما عادش نفكر شيء. واضح انت ما نجمتش تستنى رونديفو. ما نجمتش انا لهنا الناس كي تدخل ما نحس بحد في الفرش غا تصور انت تنبك السخانه وانا معناها في بيت هذه غربيه مش نموت بالسخان وانا على الفرش هذاك نبدا هكا نقطع في شعري ما نجيش حتى نتكلم وعيني توجع جيراني بدو ماشيين جايين علي الفامي الكعبات معناها خالاتي وكل وبعدين خذوا لي موعد مع سي غربال وقت يهزوني لسي غربال التاكسي جيت هزني نبدا الكركرو فيا من لا نجم نتحرك ما عنديش قوه باش نمشي. قلت لي تنفخت تنفخت. انت قداش كنت توزن قبل العمليه؟ 59 كيلو 60 كيلو ما فوتهمش. وقت اللي مشيت بالسخانه اي وقت مشيت بالسخانه توزن 60 كيلو 60 كيلو ومن بعد كي روحت قداش توزن؟ وصلت ل 115 كيلو. يعملوا لك الدواء يعطيني الدواء ولكن بعد قال مش تقوش تعمل عمليه زرع قرنيه. علاش زرع قرنيه؟ عينك شبيه؟ عيني قال لي عينك تحرقت معناها بدات تغمك الماده بدات الحركه ذاك بدي يغطي لي في القرنيه في العين اليسار. اي بدات نعمه. والعين اليمين ضبابه ولكن مش مركزين على اليسار. وتوا تشوف بها اليمين؟ نشوف بها اما مقلقتني فما الشفره ديما تطلع لي كل جمعه نمشي للاستعجاليه دقني كالشفره نمشي نحاها باش ما نخاف على عيني ما تعملش ماده ولا حاجه. اي عينك توا كيفاش عايشه بها؟ عيني ما تراش بها بكل؟ ما نشوفش بها بالكل وبروتيز. بروتيز بروتيز تجميل ل 24 ساعه وانا ننظف في عيني في لي باش وريتني تنظف؟ تنظف في زيورة ذاك كل جمعه ناخذ في كعبه بلفي والاكثريه ناخذ في الباكوات خاطر كي نعمل بزريقه ونجي ننظف هكا عيني نعتبها. ديما نخليها هذاك باش نبيل كومبريس نمسحو برا نستعمل في الفيزيول باكوات نستعمل في الجيل هذا ثلاث مرات في النهار بالفلوس بالفلوس كل بالفلوس نستعمل في الجيل هذا في عيني اليمين باش ما تشيحش كل جمعه هذا كنت هذا يعطاهولك الطبيب باش عينك ما تشيحش هذا كنت يوميا تجيب توليت كل جمعه تجيب هذا عطاتهولي الدكتوره نعمل في الليل باش عيني خاطر تصبح مسكره بالماده ويابسه نتعذب برشا هذايا كي ترقد في الليل يعني انت كي ترقد في الليل يلزمك تحط هذاك باش الصباح تنجم تحل عينك ما كانش تتسكر تشيح هي بهذايا ونلقاها بكلها ماده لكن نجم نحي البروتيز بسهوله وننظف اما كي ما نعملش الدواء هذايا عيني نلقاها يابسه بالماده شاحت نستعمل تو في الدواء هذايا تو حاليا مشيت قلتلك النهار هذا من الرجونس خاطر عيني تخرج في الماده نستعمل في هذايا تطولي الطبيب المره الاخرى باش يشيح لي الماده زاد ما رتش حتى نتيجه هذايا نستعمل في عيني اليمين خاطر كي نحات لي بالبانس تقول لي باش ما نتجرحش ولا حاجه معقم نستعمل في عيني اليمين ناخذ في الفاصمة كل 4 ايام ذاك ب 11800 ضرب كلها ماتعو نبدا عامله يا جورات ونبدا بالبوط ماشي انا وصغاري وهزيتهم ولا هو شيء الصغير اللي عندك 12 سنه باش تخرجوا من البيت هذيك في المطر في الليل وفي الشتاء باش يخرج من غادي باش يجي للتواليت لهنا انا ولا التواليت اللي هي هيك وباش تاكل وباش تشرب كانت فما جمعيه الرباط في اكودا عاونتني هي اللي عملت لي البروتيز كانت تعاون فيه في دواواتي زاده ساعات كي نستحق في دواء نبعث لها تشري لي كانت تعطيني كل شهر تجيب لي كردونه وحليب وكل تو برسك 5 شهور ما عادوش يعاونوني. علاش؟ ما نعرفش وما نحبش نحط خشمي نسالهم كان دقيق خليفهم هما ما فما حد لا وفاء نموذج من الاف النماذج الموجوده في تونس واللي تتطلب لفته كريمه من القلوب الرحيمه خاصه لقله ذات يدها وعدم قدرتها على التقاضي ومصاريف الباهظه. تبيت من غير عشية؟ وصل البيت من غير عشية خاطر ديما نخلي ال 150 دينار هذيك نخليها دوايا ابجل ما نجمش نقعد بلا فاسمات ما نجمش نقعد بلا فيزيول ما نجمش نتعب نمشيش للرجونس ما نجمش 12 سنين بيت من غير عشية؟ البيت من غير عشية ويمشي ساعات من اكثريتها من غير فطور راك تشوف في حالته دخل في 13 سنه اللي راه قول بين 6 7 سنين الكوري
Thank you.